السلام عليكم خويا، بخير صحراوي. ها هي ديك جيمتي جولد ماستر 24 كا، ها هي ملك الذهب، ملك الذهب 24 كا جولد ماستر، شفتها صنع امريكي. هاتي لك كي راه بياسه وحده اللي كاين هاي، بقات عندي راه من امتى انا حطها وما كنديرش عليها شي فيديوهات زعما ولا شي حاجه، حتى يبان مولاها. هاي من شركه الوايت الامريكيه، شفتها جولد ماستر 24 كا، هي جيمتي 9000. ها هو الفيديو تاع ها الكاس، شوف الكاس ما عمره محلول، باقي في ميكسو ياك، هاد البوشيط وداكشي ديالها باقي في ميكسو ما محلولش، ما عمرو تحل. الديسك، الديسك شوف الديسك باقي في السلوفان ديالها، في السلوفان تاعها ما عمرو تحل، باقي جديد. ها الكتاب ديالها خاصها بذهب الخامات، ها البلاص شارج الطوموبيل، ها باتري هو كيتشارجا، ها باتري اخرى هو كاين تما تيكون فيها الحجر، هادشي اللي كاين. شوف الميزة اللي فيه هذا الجهاز اللي هي هادي، سمع شوف صوت الحديد، ها الضو اللي بغيت تشعل الضو من هنا، ها هو شعلنا الضو، شوف دابا الحديد، هذا الحديد ياك، شوف الصوت كيعطيك حتى 6 الرقم، شوف يعني بهاد الأرقام تقدر تعرف الذهب الخام وتعرف هداكشي. سمع الصوت تاع الحديد كيدير ياك، ها الصوت ديال الذهب، هاد اللعيبة صغيورة هاي، شتيا راه ما كامله حتى دي سي، راه تبارك صغيوره بزاف، هادي راه البوينت وجي داك البوينتور الصغير وما كيشدش هادي، والماكينه كتشدها. سمع الصوت ديالها كيجي هاي، شوف الصوت تاعها، سمع الصوت شتي الصوت ديال هذاك سميتو، سمع شوف جداش هذا راه يعريق صغير وراه غير هما كما قلت لك حتى دي سي ولا جوج. سمع الصوت تاع الحديد راه مليحه مليحه، اللهم بارك، ناضيه جولد ماستر 24 كا، يلا اللهم يسر.